لم يكن يعلم هذا الشاب ذو 36 ربيعاً أن البحر سيكشف له في يوم من الأيام عن ظاهرة غريبة مكمن غرابتها ما تقذفه عينه أكثر أعضاء الإنسان حساسية. هنا تربيت أو كنت نعوم هذا السواح القاع أكثر البلاصة هذه أو عندي كفرت الموهبة تاعي كنت صغير فوالا أي البلاصة اللي تربيت فيها أنا. استقبلنا كمال بمنزله الواقع بعين البنيان بالجزائر العاصمة وكله أمل في أن ينقل ما تفرزه عينه لمختلف السوائل بمسافات مختلفة عبر قناة الشروق نيوز. ظاهرة غريبة حقا، فبعد استعمالي للحليب هل بإمكان كمال أن يستعمل هذا المشروب الغازي ويقذفه عبر عينيه؟ هذيك الطفل عندها 13 سنة في عمره، من بعد جاء عندي يلعب جاء عندي قالني محسوبك اي ما محسوبك عيني شوف يلعب مع الدراري شي محسوبه واقيله برا ولا في الدار ولا. وبعد قال لي ما شوفي عيني انا خلعت نحب نديها للطبيب لا بابا لا انايا نحب نديها للطبيب ما يحبش قال لي ما خليني ماشي مريضه محسوبك ماشي مريض محسوبك عيني ولا لاباس عليه. بحكم ما يتمتع به كمال من موهبة من الله عز وجل، حلم كمال اليوم الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية وتحطيم رقم التركي محمد الذي استطاع أن يقذف الماء لأزيد من 2.79 متر سنة 2004.